يسعد صباحكم من جديد. والبداية من الأخضر، السعودي اللي رفع رصيده نقطة واحدة فقط بعد التعادل أمام المنتخب اليمني في البحرين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وفاجأ المضيف نظيره السعودي بأداء مميز، وبالتالي ارتفع رصيده نقطتين واحتل المركز الثالث، بينما بقي المنتخب السعودي بالمركز الرابع. ومن الأخضر للخضر، صخرة الدفاع الجزائري يودع جماهيره بعد مشوار حافل. رفيق حليش يعتبر من بين أكثر لاعبي محاربي الصحراء مشاركة في كأس العالم بواقع 7 مباريات، وفي رصيده 40 مقابلة دولية لتودع الملاعب العربية محارب جديد بعد اختياره قرار الاعتزال. وخلال معسكر محاربي الصحراء استقبل اللاعبين بعض الجماهير من ذوي الهمم لقضاء وقت معهم أثناء التمرين وللترفيه عنهم في تجربة ما راح ينسوها أبدا. وإلى محمد صلاح اللي عاد للفوز بالجوائز الفردية مع ليفربول، فحاز النجم المصري على جائزة هدف أغسطس أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي، وكان في إله هدفين بشباك الخصم. أما الخبرية الحلوة واللي هي أجمل هو ترحيب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بضم مكة ابنة محمد صلاح ضمن موسم الرياض الترفيهي، وجاء هالشي بعد تفاعله مع فيديو نشره النجم المصري في تويتر. خلينا نشوفه. الله يحميها. وما فينا ننسى أكيد كيف سرقت الأضواء السنة الماضية بختام الدوري الإنجليزي، ولكن أحياناً شهرة اللاعبين بتضر أبنائهم، وهذا الشيء اللي عم بيصير مع ابن كريستيانو رونالدو، والسبب أنه عم بيتعرض جونيور للسخرية والتنمر بالمدرسة. بعض الأطفال عم ينتقدوا والده ويقولوا له أنه هو مو الأفضل بعد بعض المباريات، ولكن شهرة رونالدو مو هي السبب الوحيد، فسبق وتعرض لمضايقات بسبب عدم إتقانه اللهجة المحلية في المدرسة في لشبونة. ودائماً ما يصرح رونالدو بأنه ابنه شخصيته قوية لحسن الحظ، بالتالي ما بيهتم وما بيتأثر، بالإضافة لتقديمه مستويات مميزة مع فريق يوفنتوس تحت ال10 سنوات. وبالتأكيد لا جونيور ولا والده عندهم وقت لهالأمور، فرونالدو تخطى مرحلة كونه لاعب ناجح فقط، هو اليوم مؤسسة كاملة تتحرك على قدمين، خصوصا بعد ما عرفنا تفاصيل عقد رعاية الدون مع إحدى الماركات الرياضية. قيمة العقد 162 مليون دولار ومدته 12 عام، وبيزيد المبلغ كل ما حقق النجم ألقاب أكثر، وبينتهي عام 2026. وإلى خارج المستطيل الأخضر، يتجه النجم الكاميروني صامويل إيتو اللي أعلن اعتزاله بعمر 38 عام بعد مسيرة حافلة بالأندية الأوروبية، وصرح أنه بيحتاج إلى راحة بعد 24 عام من الركض، وأنه حان الوقت للتفرغ لعائلته. وهيك بعد قرار الكاميروني بالاعتزال بقي بالملاعب 3 لاعبين من كأس العالم عام 1998، وهن الكوري الجنوبي لي دونج جوك وعمره 40 عام ولسه بيلعب بالدوري الكوري، وأيضا الياباني تشينغ أونو وعمره 39 عام بدوري الدرجة الثانية، وأخيرا السعودي حسين عبد الغني وعمره 42 عام. والنجم المستمر رغم كل ظروفه المختلفة وبعد عملية جراحية في الركبة هو أيقونة الكرة الأرجنتينية مارادونا، يلي بدأ رحلة جديدة مع فريق خيماناسيا لا بلاتا الأرجنتيني، وصرح أنه كان محتاج للعمل في بلده، أما الجمهور فهو الأسعد بهالخبر واستقبلوه بحفل أشبه بعرس كروي. يعني مارادونا عن جد أسطورة، وبنبقى بأجواء الاحتفالات والنظارة اللي أذت الإسباني راموس، فاحتفاله بهدفه أمام رومانيا أثار ضجة وأغضب الحكم، ولكن صرح راموس أنه كان عم بيهدي الهدف لنجل شقيقه يلي بيلبس نظارة مثله، وكان عم بيوصله رسالة أنه النظارة مو عقبة أبدا وما فيها شيء، واعتذر الحكم لراموس بعد المباراة بعد ما فهمه غلط.
خبر مؤسف عن مايكل شوماخر اللي تم نقله لمشفى في فرنسا يوم الاثنين لتلقي علاج سري. وأكمل بطل العالم السابق لسباقات فورمولا 1 عامه 50 مؤخرا، ولكن ما ظهر بالعلم من وقت تعرضه لحادث خلال تزلجه في جبال الألب قبل 5 سنوات. الله يشفي يا رب. وبالختام، خطأ فادح يجبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الاعتذار لمنتخب ألبانيا بعد إذاعة النشيد الوطني الخاطئ أثناء مباراة المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية. وشفنا نظرات الصدمة والغضب عند اللاعبين والجمهور اللي تفاجأوا بنشيد يعود لأندورا وهي سادس أصغر دولة بأوروبا. يعني بالمختصر جابوا العيد، بس تعرفوا انا جابوا العيد وبقوه عن جد. بس انا الشيء البوزيتيف الوحيد انه عرفنا شو هي اندورا. ايوه، هي دوله كثير صغيره باوروبا وعندها سياحه منيحه، يعني هذا دخلهم الوحيد. فانا عدت شفت الصور وفيها سكي وهايكينج. يعني انت بتحب هيك شيء علي، سويت لهم دعايه انت الحين ما شاء الله عليك. لا بس هذه المواقف احسها مواقف بايخه، انه خاص انت واقف لاعب وبتسمع انه ايش حتسوي. لا وغلطه كبيره، زي لما وحده تيجي تسلم عليك وتكوني ناسيه اسمها. نفس الموقف البايخ. لين انا بعد عندي بس سؤال، انت قلتي ان في كذا لاعب بس اللي بقوا من مونديال 1998 عد لك اسمائهم. حسين عبد الغني بس. محمد الشروب كان مشارك تقريبا في المونديال، صح ولا لا؟ والله ما عندي فكره، بس انا فكرتك بدك تعيدني اسماء الكوري والياباني لانه هي كثير صعبه. لا مره شيء خليك في الجانب السعودي. بس اخبار حلوه بصراحه، استمتعنا وياك في الجوله هذه الرياضيه. يعطيك العافيه لين.